الانتخابية، انتخابات المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023. رحب بالمترشح شافعي قرقورة عن الدائرة الانتخابية الجديدة من نوبة. مرحبا بيك. أهلا بيك وسهلا. مرحبا بيك. عندك 3 دقائق باش تعرف بروحك وببرنامجك الانتخابي، تفضل. شكرا. معتمدية جديدة، عماد جديدة القديمة. المترشح عدد 6، شافعي قرقورة، مهندس متقاعد للديوان الإرسالي الإذاعي والتلفزي. نقدم إليكم البرنامج الانتخابي للترشح إلى مجلس المحلي لمدينة جديدة. أولا، خدمات المواطن، إعانة المواطنين على تسوية المسائل العقارية غير الفلاحية، تركيز مأوى لاحتضان المسنين من طرف الخواص، أحداث مكتب لاستخلاص الفواتير استاج وصونات، أحداث مكتب ثاني يوفر خدمات البلدية لاستخراج الوثائق مثل مضامين الولادة والتعريف بالإمضاء وغير ذلك، أحداث مكتب لإعانة الشباب حديثي التخرج لإيجاد عمل بتونس أو بالخارج حسب الاختصاص واللغة. بالنسبة للأرياف، تهيئة المساكن الريفية، توسيع شبكة تنوير الطرقات والأحياء، العمل على توفير سيارات نقل مريحة ومؤمنة لنقل العمال الفلاحيين، الترفيه على المواطن، إحداث فضاءات خضراء ومجهزة لترفيه على للعائلات، تهيئة مسالك آمنة للعدو الريفي أو الجبلي، بناء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات بالملعب البلدي، تشجيع الرياضة الفردية للنساء، الصحة، إعادة فتح مستوصف لتوفير خدمات الليلية المستعجلة، ترخيص لنقل جماعي لإيصال المرضى إلى المستشفى المحلي ذهابا وإيابا، النقل، إحياء مشروع ربط مدينة جديدة بالمترو لتسهيل تنقل المريح والسريع للمواطنين، حاليا إضافة حافلات لنقل الطلبة والمواطنين انطلاقا من جديدة إلى وسط العاصمة، الإعلامية للمهندسين المختصين في الإعلامية والخواص الذين يعملون عن بعد مع شركات أجنبية ويتطلبوا استعمال انترنت السريع التدفق، فأسعى جاهدا لربط هذين الفئتين من المهندسين والخواص بالألياف البصرية. الحملة الانتخابية، انتخابات المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023. شكرا لكم على الاستماع.